نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الكاشف الجديدة التابعة لمركز الزرقاء محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 2042 حالة، بالإضافة إلى تحويل 43 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لست حالات، وإجراء 688 تحليلا معمليا و26 أشعة عادية و41 أشعة موجات صوتية. جينا النهارده هنكشف قافلة حياة كريمة وبنتي كشفت بطنة وانا كشفت رمد. ما شاء الله العيادات شغالة تمام التمام، وكشفوا علينا عظام ورمد ودون العلاج اللازم ويشكرهم. القافلة على اعلى مستوى من الاطباء، وقطعت تذكرة بدون اي فلوس يعني، وكشفت مسالك وخدت العلاج والحمد لله من اول جرعة ارتحت عليه، وربنا يجعله في ميزانية حسناتهم إن شاء الله. لقيت القافلة كويسة جدا وفيها خدمات ممتازة، جينا قطعنا وعملت تحاليلي وظهرت النتائج، وفي علاج بيتاخد جبناه، وطبعا من غير ولا جنيه دفعناه.